بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات حديث الإمام الطيب فضيلة الإمام استكمالا للحلقات الخاصة بأسماء الله الحسنى هل الأسماء محصورة فقط في التسعة وتسعين اسما التي ذكرت في الحديث الشريف أم أن هناك أسماء أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فنعم هناك حديث صحيح أعتقد أننا ذكرناه في حلقة نعم. ماضية وهو أن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة هذا الحديث واضح في أن عدد الأسماء أسماء الله الحسنى هو تسعة وتسعين واضح جدا أن لله تسعة وتسعين اسما نعم. وأنها مختصة بالله سبحانه وتعالى ومسألة الاختصاص دي يعني تحتاج الى وقفه قصيره وايضا وقفه لغويه الاختصاص جاء من فين؟ يعني يعني حين يقول ان لله تسعه وتسعين اسما او حين يقول القران الكريم ولله الاسماء الحسنى نعم احنا بنفهم فورا ان بنقول هذه اسماء مختصه بالله سبحانه وتعالى سبحان الله من نعم. اين هذا ما فيش كلمه اختص من اين جاء الاختصاص؟ جاء الاختصاص من الفرق بين امرين ممكن لو نزلت الآية وقالت أو قال الحديث الشريف الله له تسعة وتسعون اسما أو قال القرآن الأسماء الحسنى لله في فرق بين الأسماء الحسنى لله وبين لله الأسماء الحسنى هذا فرق لغوي دقيق فرق لغوي دقيق جدا نعم يعني لو قلنا لله الأسماء الحسنى لله ده قد يفهم منه أن الأسماء الحسنى قد تكون أيضا لغير الله لا. لكن حين اقدم كما يقولون الخبر على المبتدأ واقول لا. لله الاسماء الحسنى هنا نكته بلاغيه كما يقولون وهو ان هذا هذه الاسماء خاصه لا يمكن اطلاقها لا. على غيره فاذا سواء في حديث لل ان لله 99 اسم غير لا. ان لو قال ان 99 اسما لله تقديم الخبر يفيد تقديم الخبر والاختصاص على المبتدأ نا. يفيد الاختصاص كما درسناه في علوم بلاغة زي مثلا لكم دينكم ولي دين نعم ما هو لما حين قدم لكم هو كان ممكن يقول دينكم لكم وديني نا. لي لكن لا يفيد الاختصاص انما حين قال لكم دينكم قدم الخبر اللي هو الجار المجرور المتعلق بخبر معزوف كما يقولون قدمه على المبتدأ هنا يفيد اختصاص الخبر بال 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 او قصره على الم... على المبتدا. فضيلة الامام عفوا للمقاطعه ولكن نعود الى دعوه طالما تبنيتها فضيلتكم لضروره العوده الى قواعد اللغه العربيه للمتصدين لمثل هذه الامور والقضايا لتفهيم وتعليم الناس مثل هذه الامور. والله يا سيدي ليس فقط قواعد اللغه العربيه يعني هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا سلام. الدين علم. نعم. يا اخي نحن درسنا كم سنه في, الـ في, في 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 الازهر؟ يعني اربعه ابتدائي اللي هي حولوها اعدادي فيما بعد كلها علوم تراثيه. خمسه ثانوي كلها علوم تراثيه. رحنا تخصصنا في اصول الدين اربع سنوات ندرس في علوم العقائد وكلها تراث. فالمساله يا اخواننا يعني ناس كثيرين يس يعني يعتقدون انه ممكن ان يتحدثوا في هذا الدين او في هذه العلوم او هذا التراث اللي هو يشبه البحر لا يوجد تراث في اي امه من الامم او في اي دين من من الاديان قام حول الدين او حول كتاب الكتاب المقدس مثل ما هو موجود الان لا. وده حقيقه بيخلينا احنا نشفق على هؤلاء لانهم لا يعلمون او لا يعرفون ما هو هذا التراث؟ وما هي هذه؟ يتفضلوا يعني يبحروا ويورونا حاضراتهم يعني يفهموا ايه نعم. في هذا الكلام. انا اقول هنا ليه قال ولله الاسماء الحسنى؟ او لي ليه النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه تل. اللغه العربيه فورا يقول لك افهم ان هذا اختصاص. نعم. تقديم الجار والمجرور اللي هو خبر او يعني متعلق بخبر محذوف على المبتدأ يفيد الاختصاص. يعلم هذا نعم. اي دارس في الازهر في الثانوي. في علم المعاني لان عندنا البلاغه المعاني والبيان والمعاني والبديع ده في القسم ده فيما يتعلق بقسم المعاني من كتاب او من فن البلاغه كما يقولون على كل حال فخلينا هنا في موضوعنا يبقى هذا يفيد الاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم حددها وتسعين هناك احاديث وردت ومنها حديث ابي هريره رضي الله عنه عدد فيها التسعة وتسعين وهذا هو مستندنا في إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى هي أولاً ذكرها القرآن لا أقول مجملة وإنما ذكر يعني ذكرها مفصلة في الصور كثيرة جداً لكن الحديث ضبطها في تسعة وتسعين طيب هذا يعني يلزمه الآتي هل أنا أتوقف عند التسعة وتسعين إسم ولا هناك أسماء أخرى يعني أكثر العلماء أو أو يعني كثير منهم آه يقول نعم هي ورد الحديث ب وتسعين أسم نعم. لكن في حديث آخر يفيد أن هناك أسماء أكثر من تسعة وتسعين وحديث صحيح أيضا لو أسأل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك أزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك شاهد في الحديث العبارة الأخيرة بيقول بيقول أسألك بكل اسم هو عندك أو أزلته في 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 كتابك أو علمته أحدا غيب أو استأثرت به يعني في علم الغيب عندك يعني لا يعلمه أحد إلا أنت معناها في الحديث يقول أن هناك أسماء يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يعلمها أحد غير استأثر يعني نعم. اختص بعلمها نعم فطبعا أمام هذا الحديث العلماء اضطروا أن يقولوا أن ال 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 التسعة وتسعين دي علمناها فلا يمكن أن تكون هي المقصودة باستأثرت بي به بي في علم الغيب عندك وإنما معنى أن هناك أسماء أخرى استأثر بعلمها تزيد على التسعة وتسعين نعم يعني هذه ال التسعة وتسعين دي أصول والاسماء الاخرى اللي هي قد تكون موجوده دي فروع لهذه الاسماء انما لا من نفس الـ الـ نعم كانها فروع ان نعم. او ان معانيها ترجع الى هذه الاصول إلى هذه الاصول الذين قالوا انها 99 نعم قالوا يجب التوقف عند هذا العدد ولا يمكن اضافه اي اسم لست حرا في انك انت يعني تجد اسم جميل كذا وتطلقه على الله سبحانه وتعالى فتصف به الله سبحانه وتعالى تصف بالله سبحانه وتعالى أداء أهل السنة جميعا يقولون هذا لو ذهبنا إلى المعتزلة وفرق الأخرى وهم أيضا من المسلمين لا. يعني هذه فرق إسلامية مئة في المئة حينما يقول المعتزلة يقولون لا يعني من حق العبد إذا وجد اسما جميلا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وجماله وجلاله من حقه ان يطلقه عليه وان يدعوه به. دي مساله احنا ما يعني ما, ما كثير لكن من الافضل هو جمهور المسلمين ان نلتزم ان نلتزم بما سمى به نفسه. نعم يعني وحتى ضربوا مثل يقول لك يعني واحد يقول لك والله إذا مهندس الكون الاعظم والمهندس الاعظم للكون. طبعا هي مهندس اعظم أصلك مهما تضيف من عندك فبصمة البشرية وبصمة الحس وبصمة النقص موجودة حتجيب من فين؟ إذا كان حتجيب من اللي حواليك كله نقص إذا فتمام الخلق جاء من الله سبحانه وتعالى فهو الذي وصف نفسه بتمام الصفة بتمام الصفة وقال هذه هي أسمائي هذه هي صفاتي فإحنا ندعوه بهذه الأسماء التي حددها أو ناس يقول لك ربك رب قلوب طب ممكن نعم. يفهم منها انه مش رب ناس ولا رب عقول ولا رب وده اعوذ بالله ده كفر نعم. لكن يعني الامل في, في ان الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده مثل هذه التجاوزات التي يعني لا تمس العقيده وانما هي يعني من ترداد وهي ما هي لا تاتي عن طريق التعمد ولكن لا لا تعمد ولا اعتقاد ولا حتى نعم. اعتقاد هل تقول لا طبعا مش رب عقل يقول لك لا ده هو رب كل شيء خلاص انتهى الكلام فضيلة الإمام قبل أن نغادر الحديث الشريف الحديث يقول من أحصاها دخل الجنة فكيف ندخل الجنة من هذا الباب في ناس كثير تفتكر أن من أحصاها يعني حفظها ورددها وكررها دخل الجنة طبعا ليس هذا هو المقصود لأننا نعلم من معنى الحديث لأن نعلم أن الثواب على قدر آه المشقة وإحصاء الأسماء التسعة وتسعين وحفظها امر ليس 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 فيه كبير مشقه سهله نعم جدا فليس من المعقول ان يترتب ثواب هائل وضخم كدخول في حجم الجنة الفوز بجنه النعيم نعم على حفظ 99 اسم وانما المعنى من احصاها من احصاها علما وعملا يعني علمها نعم. وسوف يتبين لنا ان هذه الاسماء منجم وهنا ينفد نقطة ينفد الأساس فضيلة الإمكانية. من, من, آه. من الأخلاق ومطلوب من الإنسان أن يتشبه بما يستطيع أن يتشبه به على قدر طاقته البشرية من أخلاق ومعاني هذه الأسماء, الأسماء. هذا هو الذي أحصاها علما وأحصاها تشبها آه. أحصاها تشبها هو الذي يدخل الجنة ومعلوم أن الذي يعني يتشبه بال بالصبور والشكور والغفور وكذا وكذا ده طبعا الى ان يعني الاخلاق هي الطريق المعبد والسريع الى الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا نعم الموطؤون اكنافا يعني اللي هو ما تلاقيش متكبر او انك انت يسهل عليك ان تتحدث اليه او ان تطلب منه آه الموطؤون اكناف الذين آه. يالفون ويؤلفون هذه اوصاف اهل الجنه وحتى يعني حضرتك انا مش عايز استطرد كثيرا وذكرنا قبل ذلك يعني العباده اذا لم تستند الى ظهير اخلاقي تبقى في مهب الريح ومعلوم الحديث حديث المراه التي حبست القطه فلها اطعمتها هي هي ولا اطعمتها هي, ولا هي طعمتها تركتها, ولا هي طعمتها تركتها, تركتها. ده لان دي قسوه ده, ده موقف اخلاقي قاسي دخلت النار ف... وايضا المراه التي كانت تصوم وتقوم وكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار نعم. والمراه التي كانت تقتصر على الفرائض وتصوم رمضان فقط لكنها كانت تتصدق ببقايا الطعام وتحبس لسانها عن الحديث عن الجيران وعن الاصحاب وعن الناس قال هي من اهل الجنه فاذا هنا الـ 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 يعني الاسماء الحسنى مملوءة بال يعني فضائل الأعمال نعم. وفضائل الأخلاق من تخلق بها فعلا ده يعني هو طريقه إلى وليس من حفظها ورددها لا لا لا, لا حفظها ورددها هذا أمر سهل جدا نعم وهذا يعني السبب كما قلنا على قدر مشاقة ودخول الجنة ده يعني مش هقول لك سواب ده يعني السعادة التي لا سعادة بعدها فضيلة الإمام نقطة أخيرة نختم بها حلقة اليوم هل الأسماء توقيفية أم لا؟ الذين نعم قالوا أن نحن نلتزم بالحديث 99 قالوا نتوقف عندما معنى توقيفية أي نتوقف في الدعاء بها وفي تسمية الله بها عندما ورد به الشرع نقف عند حدود ما ورد به الشرع إيه اللي ورد به الشرع اللي هو 99 فإذا نتوقف عند حدود 99 لا اسميه باسم اخر مهما كان هذا الاسم جميلا مهما كنت او لائقا اسماً حسنا او مهما كان لا. لائقا بجلاله وجماله لا لا يصح لان الله هو قال ادعوني بهذه الاسماء نعم حتى الاسم الذي استأثر به انا لا اعرف ما دام استأثر به لا. يعني اختص به لا يعلمه احد انا لا اعرفه فاذا ماذا تبقى لي من اسماء يجب ان التزم بها هي 99 التي وردت المذكوره في الحديث المذكوره في الحديث في حديث ابي هريره وذلك نعم. دائما عند في يعني العلماء حينما يتعرضون لاي اسم من الاسماء الله تعالى حزنا يقول لك ورد في القران كذا وورد في السنه في حديث ابي هريره المعدد لان ابو هريره نعم. عددها وهذا هو المصدر الوحيد المعدد فضيله الامام لكل ال 99 نعم لكل مع اجماع المسلمين نعم ومع ما ورد ذكره اما في القرآن الكريم جاءت متفرقة جاءت متفرقة لم, لم تعدد في اي لا لم تعدد ولم ترتب بهذا الترتيب نعم انما موجودة في القرآن الكريم واحيانا تؤخذ من من مشتق فعل مثلا فاذا لكن كما قلت المعتزلة قالوا لا يعني نتوقف عندها يعني بمعنى اننا ندعوه بها لكن إذا كان هناك أي اسم جميل أو جليل وممكن أن يطلق الله سبحانه وتعالى ولا يعني وينزهه ولا يلحق به نقصا هم يقول يجوز أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى طبعا أهل السنة يعني هم دائما حريصين على الأدب مع الله سبحانه وتعالى فيتوقفون عند هذا العدد ويقولون توقيف الأسماء توقيفية لا تلفقيها ما صحش الفق من المعنى ده والمعنى ده واطلع اسم واطلقه على الله. نعم. شكرا فضيله الامام شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه ولا لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله